أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج خطوة لقدام، طلة مختلفة. عنواننا الموسم ده إننا نكون في ظهرك لطريق النجاح ونكون وراك لطريق النجاح. حبيت إن أنا أقدم الحلقة عن خطوة لقدام، العالم كله بيتابعها والعالم كله بيشوفها، وأنا كمصري فخور جدا بيها، وهي إنجازات مصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو اتكلمت عن المشروع القومي للطرق، المشروع ده يا جماعة نقل مصر 90 مركز عالميا، من المركز 113 للمركز 28 عالميا. لو اتكلمنا عنه من اليمة الشخصية، ان المشروع القومي للطرق بيقلل الخطر والحوادث وبيخليك طبعا توصل شغلك بسرعة. لو جينا برضو اتكلمنا عن العاصمة الإدارية الجديدة وبالأخص أطول برج في أفريقيا، وهو البرج الأيقوني. البرج ده مقاسه 386 متر بما يعادل 80 دور. نفتخر بصناعة بلدنا ونفتخر بمعالم بلدنا. لو جينا برضو اتكلمنا عن مدينة العالمين الجديدة، مساحتها 48 ألف فدان، موجود فيها فندق الماسة وموجود فيها مبنى رئاسة الوزراء وغيرها من الفنادق الكتير. أنا هتكلم في الحلقة دي برضو عن مبادرة حياة كريمة وعن مواضيع تانية هنناقشها في الحلقة عشان ما نحرقش الحلقة. هنطلع فاصل وهنرجع تاني نستقبل الضيف، واستنوني في خطوة لقدام. رجعنا لكم بعد الفاصل، والفقرة ديت بعنوان مبادرة حياة كريمة. هنتكلم عن مبادرة حياة كريمة وهنبسطها لكم. معانا ضيفة الحلقة كلها دكتورة دعاء أبو زيد، باحثة دكتوراه صحة نفسية ومفتش رقابة بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بك يا دكتور في برنامج خطوة لقدام وقناة الصحة والجمال. أهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا بأسرة البرنامج، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتور. دكتور، في البداية عايز أعرف من حضرتك إزاي وإمتى بدأت مبادرة حياة كريمة؟ مبدئيا كده هنقول إن بدأت حياة كريمة في سنة 2019 لما أشار السيد الرئيس بضرورة توفير خدمات للقرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا في كافة المجالات اللي هي صحة وتعليم وإسكان أو سكن آدمي للمناطق الريفية والعشوائية. تمام، ليه سميت حياة كريمة؟ يعني أو ليه اختار الاسم ده؟ أو المتخصص اللي كان بيختار الاسم ليه اختار الاسم ده بالذات؟ لو هنقول الحياة، هنقول إن هي معنى كلمة حياة أو وجود حياة شرط وجود حاجات أساسية اللي هي الهواء النقي والمأكل والملبس. لو هنبص لكلمة كريمة يعني حياة أدمية، إن الحياة الأدمية لازم عشان تعيش حياة أدمية لازم يكون في توفير كافة المجالات اللي بتخليك تعيش حياة كريمة. طيب، انت عارفة طبعا وكلنا عارفين ان المصري بيحب يستفسر عن اي حاجة، فاحنا عايزين نعرف او السيد المشاهد برضه عايز يعرف الاعتمادات المالية المقدرة لمبادرة حياة كريمة من اول ما بدأت لحد مثلا ان شاء الله ما تنتهي. هو استهدفت حياة كريمة في الاول 50 مليون مواطن بواقع حوالي 500 مليار جنيه. تمام، لو هنبص للمرحلة الأولى هنقول إن هي كلفت بحوالي 51 مركز. العدد المستفيدين في 51 مركز دول 18 ألف مستفيد. تمام، مراحل حياة كريمة كم مرحلة دكتور؟ هو وفقا لتقسيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع الوزارات المعنية المختصة بالإشراف على حياة كريمة، قسمت حياة كريمة إلى 3 مراحل، والتقسيم ده كان عبارة عن من الأكثر فقرا
والأكثر احتياجا إلى الأقل فالأقل. أيوة. فتقسمت 3 مراحل، المرحلة الأولى وهي بتشمل الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، ودي من 70% فأكثر، اللي هي بتحتاج لتدخلات سريعة. اللي هم بيكونوا معدومين، أيوة. فقراء جدا. أيوة. تمام. وبتحتاج لتدخلات سريعة، تمام. كل حاجة عنده معدومة. تمام. بالنسبة للمرحلة الثانية فهي بتبقى أقل صعوبة، ودي من 70 ل 50%، وبتحتاج لتدخلات أقل من أقل المرحلة. من اللي قبليها. أيوة. أيوة. يعني بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي من 50%، ودي اللي هي في حاجات بسيطة خالص في المرحلة دي، أو اللي هي الأسر اللي أقل من المرحلة الأولى فالتانية. لو احنا جينا قلنا برضو ان هي 3 مراحل، مرحلة عايزة حاجات كتير، مرحلة عايزة أيوة. حاجات متوسطة، مرحلة عايزة أيوة. حاجات خفيفة. أيوة. فهو السيد تمام. الرئيس او القائمين على المبادرة مقسمينها برضو حسب الترتيب. تمام. طيب دكتور، احنا لو جينا او برضو اي شخص بعد انتهاء مبادرة حياة كريمة، عملنا مقارنة مصر أو الكرة والنجوع والأرياف قبل مبادرة حياة كريمة وبعد مبادرة حياة كريمة، بمعنى أصح الهدف من مبادرة حياة كريمة. احنا لو هنبص للهدف لحياة كريمة، احنا هنبص للاسم نفسه، أي. هي توفير حياة كريمة للمواطن تمام. الأكثر فقرا والأكثر احتياجا. هنقول ممكن رفع المعاناة عن الأسر اللي هي متضررة، أو الأسر اللي هي ما عندهاش خدمات. هنقوله تخفيف الضغوط من الريف المصري إلى الحضر. لو أنا وفرت للريف المصري كافة المجالات، الناس مش هتهاجر مني. أيوة، هنقلل من الهجرة الداخلية، فاحنا هنوفر له جميع المجالات، فبالتالي هنقلل من الهجرة من الريف إلى الحضر. بعد كده الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والمستوى البيئي والمستوى الاجتماعي للأسر في المكان ده، أو في القرية، أو في المكان اللي هو الأكثر فقر. بعد كده دعم المشروعات الصغيرة للشباب، احنا بنوفر له مشروعات صغيرة بتساعده على انه يعيش في المكان اللي هو فيه، ونقلل برضه من الهجرة من الريف إلى الحضر. زي مثلا لو عملنا مثلا مكتب بريد في قرية والمدينه ما فيها مكتب بريد واحد مثلا وليكن، والمدينه مزدحمه، فهم الناس برضو من المدينه قلل هيروحوا الازدحام. هيروحوا قلل مكان الازدحام. بيقلل من الازدحام. ايوه. طيب عايزين نعرف برضو الخدمات اللي بتقدمها مبادره حياه كريمه. احنا هنقول في الاول اول شيء او اول خدمات بتقدمها حياه كريمه اللي هي البنيه التحتيه، اللي هي سكن كريم. اللي مثلا احنا بندخل المكان او المبادره بتدخل المكان، بتلاقي اول حاجه بيت من غير سقف، او أيوة. بسقف خشب او حاجات من دي. بمناسبة الشتاء فبيعمل كمان داخل علينا. ايوه. فبيعمل اول تمام. حاجه الاسقف، تاني حاجه رفع كفاءه المنازل. يعني ايه؟ يعني بيوفر له وصله كهرباء، وصله ميه، صرف صحي، الحاجات دي كلها بيوفرها في السكن. تاني حاجه بيوفر مشروعات صغيره للاسر او للامهات او للشباب. تالت حاجه ممكن نوفر حضانات للامهات، عشان هي بتبقى مش عارفه تودي ولادها فين، وعايزه في نفس الوقت تشتغل وتحسن من المستوى الاقتصادي بتاعها او الظروف البيئيه بتاعتها، فبنوفر لها حضانه تودي ولادها فيها، وبالتالي تشتغل او تعرف ان هي ايه، تعيش حياه كريمه. اظن الوزارات القائمه على الاشراف في مبادره حياه كريمه وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الاسكان. ايوه. تمام. طيب في ساده مشاهدين بيتابعونا وناس كتير برضو عايزين يعرفوا الفئات المستهدفه من مبادرة حياة كريمة. أنا عايز أعرف دلوقتي أنا نفسي مستهدف ولا لأ، أو غير عايز يعرف، كل الناس عايزة تعرف. هو المستهدف هي الأسر الأكثر فقرا، أيا كانت بقى، أيتام، أرملة، مطلقة اللي هي المرأة المعيلة، ممكن أسرة كاملة بس الحياة كده يعني. فإحنا بنلاقي إن هي الهدف الأساسي والمستهدفين من الموضوع ده اللي هو الأرامل والمطلقات والعجزة وذوي الإعاقات والأيتام، كل الفئات دي اللي هي الأكثر فقرا. ايوه. طيب احنا دلوقتي برضو قبل ما نطلع فاصل وناخد الفقره الثانيه، انا برضو يعني في ناس معاك برضو يا دكتور بتقول انا بلدي ما جاتلهاش حياه كريمه، انا بلدي ما ليه ما دخلتلهاش حياه كريمه، وليه البلد اللي جنبها دخلت لها. فاحنا برضو نوهنا عندها في الحلقه ان مبادره حياه كريمه مراحل. أيوة. 3 مراحل. انتظر بلدك في المرحله القادمه، ما جاتش لان في بياخد المرحله الاكثر القادمه. فقرا. ما جاتش في المرحله القادمه، فافتخر ان بلدك مش فقيره، فاستناها في الايه، المرحله اللي بعديها. بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو عايز للمواطن المصري حياه كريمه، وعايز للشعب المصري كلهم حياه كريمه. بفتخر جدا برئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل الفقره الثانيه في برنامج خطوه لقدام، ما تروحوش لبعيد.
رجعنا لكم بعد الفاصل وما غيبناش عليكم طبعا موضوع الفقره ديت برضو مع الدكتور دعاء ابو زيد عن موضوع تكافل وكرامه. احنا مظبطين الناس اللي هي عايزه تسمعنا، تمام؟ عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور الفئات المستحقه لمعاش تكافل وكرامه. مبدئيا احنا هنقول تكافل وكرامه ده اسمه برنامج الدعم المادي، يعني مساعده بتقدمها للاسر الاكثر فقرا او الاسر المحتاجه او الاسر اللي ما عندهاش دخل او الاسر اللي ما عندهاش املاك. فاحنا هنقول ان المستهدف او المستحق في المعاش ده الاسره اللي هي اب وام واولاد في سن التعليم بس ما عندهمش عائد مادي. بنقول تاني برضو المراه الارمله ومعاها اولاد او المطلقه ومعاها اولاد والعاجز والمريض، بس بشرط في العاجز او المريض بيتعرض على كوميسيون طبي ويحدد نسبه العجز الا تقل عن 50%. اظن بعد اذنك دكتور اظن موجود في كل مركز كوميسيون طبي، يعني كومسيون طبي ده مسهل على المواطن ولا لازم نروح مثلا محافظه معينه للكومسيون الطبي؟ في وفي، يعني هنلاقي محافظات في المحافظه نفسها وفي في المراكز، وساعات بتحصل ان في كومسيون طبي بيكون في مشكله فبيبعته للمركز للمحافظه، وممكن بيحصل تظلمات ان انت تتظلم من الكومسيون الطبي، فبدل ما يعني انت تظلمت من الكومسيون اللي في بلدك فبنبعتك للاعلى منه. طيب عايز اعرف من حضرتك ده سؤال شخصي بقى، ايه تكافل وايه كرامه؟ هنقول تكافل هو المقصود به الأسرة الأب وأم وأولاد، تمام، أو الأرملة ومعاها أولاد أو المطلقة ومعاها أولاد. لو هنبص الكرامة اللي هو العاجز أو المريض أو المريض بمرض مزمن، تمام. يعني مثلا اللي هو شرط يكون نسبة العجز أكثر من 50%، ودي اللي بيحددها الكوميسيون الطبي مش إحنا، تمام، مش الشؤون الاجتماعية، تمام. هنقوله تاني برضو أن كرامة، أن كرامة ده معاش كرامة ده ده الكرامة للإنسان، يعني هو من حقه لأنه عاجز أو كده أنه بياخد معاش، تمام. دكتور عايز أعرف أنا بقدم دلوقتي معاش تكافل وكرامة، إيه هي الأوراق اللي أنا أخدها معايا عشان أروح أقدم للمعاش ديت بحيث أن أنا أروح كامل؟ ده للسادة المشاهدين بقى، يعني الأوراق المطلوبة لتقديم معاش تكافل وكرامة. هنقوله بطاقة الرقم القومي، صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، شهادة ميلاد الأولاد من سن يوم من عمر يوم ل 18 سنة، خطابات أو إفادات من المدارس بأن هو مقيد في سنة كذا، تمام، في السنة الدراسية كذا، دي بتبقى من 6 سنين ل 18 سنة، بطاقة التومين إن وجدت بيصورها، خطاب من التأمينات الاجتماعية بأن هو غير مؤمن عليه، ممكن لو في مناطق ريفية بيجيب شهادة حيازة زراعية للزوج والزوجة، تمام. وده بالنسبه لمعاش تكافل اللي هو شرط وجود الزوج والزوجه مع بعض والاولاد. اما بالنسبه لمعاش كرامه يعني هو في ورقه لتكافل وفي ورقه لكرامه. ايوه. وبالنسبه طيب ثواني، الساده المشاهد بقى يجيبوا ورقه كده، الناس اللي عايزه تقدم في تكافل وكرامه يجيبوا ورقه كده وياخدوا الوصفه دي من الدكتور عن تكافل وكرامه. معلش قولي تكافل تاني وكرامه تاني. بالنسبه لتكافل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، تمام، تمام؟ شهايد ميلاد الأولاد من عمر يوم ل 18 سنة، تمام، إفادات من المدارس من 6 سنين إلى 18 سنة، تمام، إن هو مقيد بسنة كذا. بالنسبة للزوج والزوجة دي قسمة الجواز، بالنسبة، تمام، للأرملة والمطلقة دي قسمة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج، تمام. جواب من التأمينات الاجتماعية بإني غير مؤمن عليه، إذا كان اللي هو في مناطق ريفية أو مناطق من اللي هي فيها جمعيات زراعية وكده بيجيب جواب من الجمعية الزراعية بأن هو غير حائز، تمام، وليس لديه أي أملاك. كده الأوراق الكاملة لمعاش تكافل وكرامة. بالنسبة للكرامة بقى، طب بالنسبة للكرامة، شرط الكشف الطبي سواء عاجز أو كوميسيون طبي أو مريض. حضرتك في قبل الحلقة قلت لي هو ده نفس الورق بس نزود حاجة تقريبا، أو هي دي حاجة. اللي هو لو مريض بيكشف بطبي أو بيحجز كوميسيون طبي على النت وبيروح يكشف في الميعاد وبياخد أوراقه وتقاريره معاه، اللجنة بتطلعه فوق 50% أو تحت 50%. طيب بنقص فلا يقل عن 50% ده ياخد معاش، تمام. طيب بنقص ورق إيه؟ من التكافل اللي هو شهيد ميلاد الاولاد، تمام. وممكن في حاجه كمان، احنا ممكن الاسره بتجمع بين المعاشين على فكره، ايوه، في لو تكافل وكرامه، يعني مثلا لو اسره بتاخد معاش تكافل اللي هي اسره، لو عندها حد معاق او حد مريض بتقدم له كرامه كمان وبتاخد معاش. طيب ناخد السؤال ده السريع عشان معانا سؤال كمان مهم، شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامه على السريع بقى.
أن يكون الزوج والزوجة غير موظفين في أي قطاع عام أو خاص. تمام. أن يكون لو مثلا كرامة بيكون يشترط الحصول على نسبة العجز. تمام. تمام. وألا يكون بياخد أي معاش حكومي، يعني لا يجوز الجمع بين معاشين حكوميين. يعني لو شخص عايزينها بالعامية عشان الناس تفهم، يعني هو ما يكونش هي بتاخد معاش مثلا عن والدها من التأمينات مثلا، وتيجي تقول لي انا عايزه معاش تاني وانا حقي اصل انا مطلقه او حقي ان انا ارمله. لا يجوز الجمع بين معاشين. او تكون ارمله وبتاخد معاش عن جوزها. أيوة. وتيجي تقول لا انتوا قايلين الارمله. لا. تمام. لا يجوز الجمع بين معاشين حكوميين. طيب السؤال ده مهم بقى، اشيل الورق واشيل كل حاجه. الفتره اللي فاتت انتشرت تطبيقات الناس بتقول عليها تطبيقات فكاهيه، وانا بقول عليها بدون ما اسمي كده تطبيق التيك توك، تطبيق خايب جدا. تمام. تمام. انتشرت فيه الشباب اللي هي حاطط احمر سلسله لابس لبس بنات الحاجات دي كلها. فانا السؤال ده ليه نقطتين، عايز اعرف الشاب ده هل هو بيعمل كده مكتسب جديد، يعني الصفات النسويه دي مكتسبه جديد، ولا من التنشئه من التربيه من الاساس؟ اتفضلي. لو احنا هنبص للنوع ده، هو عندنا في علم النفس اسمه اضطراب الهويه الجنسيه. تمام. ده ليه تلات، بالمناسبه حضرتك باحثه دكتوراه صحه نفسيه. تمام. تمام. هو دي ليه كذا شق. تمام. لو هنبص للشق الطبي، في نوع مش بقول على انواع كلها، بيبقى أيه. عنده لخبطه في الهرمونات، يعني الغدد عنده مش متظبطه، ده بيحتاج تدخل طبي، بيروح للطبيب بيعمل له تحاليل، التحاليل دي بتثبت ان الغده مثلا هو راجل هو ولد، بس الغده في هرمونات زايده، الغده ايوه الغده بتفرز حاجات زايده. تمام. اللي هي لا الغده الخاصه بالانوثه، هرمونات الانوث. ايوه ايوه. فالدكتور بيعمل له التحاليل وبيشخص الحاله وبيدي له العلاج، ده الجانب الطبي، ده التدخل الطبي. ايوه اظن لازم نعرضه جانب نفسي بحيث عشان هو يتاقلم بقى بعد ما يتعالج، او ده مع ده، او يمشي العلاج الطبي مع العلاج النفسي. بس لابد الشخص يكون عايز، يعني يكون طبعا عايز واحد. ايوه، لان في ناس بتبقى عايزه تتحول مش عاجبها. طيب. انا مصمم على كده. الجنب الثاني بس عشان الوقت الحلقه، اللي هو جنب التنشئه. الجانب التنشئه الاجتماعيه، يعني بنلاقي الام ممكن تكلمه بصيغه البنات، تلبسه فستان، تحط له ميك اب، تحط له توك في شعره، ده الجانب الخاص الجانب التنشئه الاجتماعيه. تمام. بتنصحيهم بايه بقى؟ في نوع ثالث اللي هو هزار. أيوة. عايزين بس نبص للنوع ده، في شباب بتحب تهزر وتعمل كده زي التمثيل مثلا، بس ده خيبه. لا لا، اصل في هو كوميدي، وعشان بس ما نظلمش في شباب كده، في شباب دمها خفيف بتحب تهزر كده عادي. طيب. دي جدا. طيب. وهو راجل ما فيش. طيب. اي تنصحي اي ست بيت بحاجه سريعه عشان هنختم. تمام. بنصحها ان هي تبقى تحط قدوه لابنها، وخصوصا لو تربيتها عندها بنات كتير وجا ولد، فتقول له لا انت قدوتك بابا، انت عامل زي بابا، انت عامل زي خاله، انت عامل زي عمه. عشان وتكلمه بصيغه الولد، لان هو بيبقى مع اخواته البنات فبيقلدهم. طيب بمعنى صح، خلي ابنك كده بلاش دلع زياده، وانا بتحمل كلمه تيك توك على حسابي انا. تمام. وعلى مسؤوليتي خاليه من القناه. استنوني في حلقة جديدة من برنامج خطوة لقدام على شاشة قناة الصحة والجمال.